أنا بطلع على العرباي بشتغل على السوق 5-6 وبعدين بروح بطلع على 10-11 على السوق وبرجع على العرباي بطلع 6-7. اليوم لما اروح ريحتي بتضلها كاز وايدي ريحتهم بضلهم كاز بالدار، وبغسل وبتحمم وبتغدى وبشوف ابوي وبنام، ولما بداوم على الساعة 9 وبروح على الساعة 9، دوامي 12 ساعة باليوم. انا بدي اكمل دراسة وبديش جائحة كورونا تأثر على دراستي، وعشان بدي اطلع طيار بدي أكمل دراسة وأحقق حلمي.